السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صباح الخير عليكم، أصبحنا وأصبح المولدة. هذا الفيديو يعني ما يدخلش ضمن سلسلة الحياة في العالم والحلقات، يعني جمدناهم حبسناهم هذوك الحلقات. زين كاين حلقة في فيتنام ودول أخرى. المهم هذا فلاش باك بالنسبة لي واش راح صاري، الأمور اللي هاي صارت بالنسبة لكورونا فيروس. مادام أنا راني في آسيا، بغيتكم تكون أنا نكون العين تاعكم في آسيا وتشوفوا الناس هنا كيفاش راهي عايشة، كيفاش راهي داير التدابير تاعها. هذا البلد يعني اللي راني فيه بلد يعد من البلدان الفقيرة، ويعد من البلدان اللي أنشئت حديثا، يعني 2012 اعتمد كبلد. وهذا البلد الناس بزاف تخاف منه، ماشي من أجل كورونا، ومن أجل الإسلام فيه، يعني يقولوا أن المسلمين يضطهدوا هنا. هذا البلد اسمه بورما. نعم أنا في بورما، والناس هنا يعني بالنسبة للوقاية ما كاش أي وقاية هنايا، فالناس عايشة حياتها نورمال، يعني ما على بالها بكاع. أول واحد شفته داير بيفور كورونا فيروس. قلت لكم لا أحد هنا عنده كورونا فيروس. لأن فقط ثانك يو. لأنه علاش؟ لأنه هذه الدولة يعني متأخرة، صار دولة متأخرة، فمستحيل أنه يعرفوا الحالات بالديتاي. راح نركبوا في الطاكسي، وصلنا المطار. ويعني الحاجة اللي تلقوها في المطار أنه تلقوا الصينيين، يعني خليهم يسافروا عادي. دايرين عند كل مطار الدخلة هذا باش تعقم يديك، يعني المطار تقريبا فارغ. الإعلانات تاع كورونا فيروس everywhere، والمطار شوفوا فارغ. يعني هذا اللي راني داره يعني ما يقيكش من المرض، وانما هو اللي يكون مريض يديره. يعني بصح انا درته شغل يحسك بواحد الامان داخلي، ولهذاك الامان مزيف، يعني هذا ما يدير والو. المهم شفتهم قاعدين هنا خوف درته. المهم هذا فيديو فقط باش ما تقلقوش عليا، راني بخير كيما هنا المطارات. حاجه اللي لكن الحاجه اللي تفرح اي اللي تطمئن انه معظمهم دايرين هذاك الماسك، فهذاك يحمو به، يحمونا حنا به، لانه المرض ما راحش يتنقل. تخيلوا انه كنا في هذيك البلد وقعدنا فيها. الحمد لله. اذا اخر تحديثات واش راه صاري، واش وراني، باش نطمن عليكم ان شاء الله تكونوا بخير وصحتكم بخير. يا راني في هذا البيت هنا في جاي شغل شويه في جزيره هكا، راني قاعدين فيه. الحمد لله يعني طحنا في هذا البيت شباب هكا، في بول، في بيسين، في دار، في كوزينه، يجيبوا لك في دي جوني صباح باطل. الحمد لله يعني كنا في واحد البلد قبل ما نجوا هنايا، وقبل ما تصرى هذيك الاحداث، يعني تتطور الاحداث تاع الانتشار تاع الفيروس، كنا في واحد البلد يعني عالم ثالث، فالمستوى الصحي تاعهم يعني تحت كاع. فالحمد لله خرجنا من هذاك البلد ودخلنا هنايا، وهنا راهم غارقين كاع المطارات، غارقين كلش، ويعني جينا هنا بصعوبة كبيرة كبيرة كبيرة، يعني واجهنا مشاكل كبيرة في المطارات، لأنه يسقسوك وين تجي وين تروح وين كنت. فالحمد لله فاتت كلش على خير، ورانا قاعدين هنايا نديرو في الكارونتين، يعني منعزلين هنايا في 14 يوم ولا حتى شهر. فيا هذا هو الحافز اللي خلاني باش ندير لكم فلوق، ومام طون تشوفوني نشوفكم. نوع روحنا على هذا المرض اللي الخطورة تاعها كيما قلتلكم تكمل، ماشي المرض قادر نتعافوا منه، لكن الخطورة تاعها تكمل في الانتشار تاعها، ينتشر بسرعة كبيرة، ويصيب يعني الناس اللي أمراض مزمنة، الناس الكبار، الناس الصغار. فلازمنا نحافظوا عليهم. كيفاش نحافظوا عليهم؟ نقعدوا في البيت، نقعدوا بعاد كاع عن التجمعات، عن الأسواق، يعني هذه الأشياء صارت واضحة وصارت مفهومة للجميع، لكن احنا فقط نذكروا. فاليوم راح ندير لكم واش؟ يوم كامل معي ديلي فلوج. فيا
نشاركم هذه الاشياء بكل بساطه وعفويه. في التكلفه تاع قعدت انا هنايا 4 دولار لليله، والفيدي جاني داخل مجانا. تقولوا جود ولا غني ولا ما 3000 دولار لميناها في 3 سنين، رانا نتمشوا بها وراي قريبه تكمل. هاي الخزينه قريبه تكمل. باسكو علاش شغل هذا فلوق؟ درتكم فلوقات بزاف قبلها، يعني شحال وجدت لكم شحال من فلوقات. ودجا قولوا لي الى مور هذا الفلوق، يعني مور هذا الديلي فلوق اللي درته لكم، اسكو نبداو نبوستو الفيديوهات ولا نخلوهم؟ لانه راهم واجدين، يعني دجا صورتهم فهي. والمبلغ يعني ما نقولها لكمش على الراه حتى تتبعوا وتعرفوا الاحداث كاع. المهم راهي في الاحمر، في الاحمر شوف راهي في الاحمر. ايا واش هذه في المطبخ؟ شوف شي شرينا نودلز. هذا المدرس حار بزاف، ما عدا في اليوم تاعنا نجربو. بما ان ماش نخرج بزاف من الدار، هذا الاوت الشوفان نديرو بالحليب دروك لانه صحي. السلام عليكم. خرج شويه حدا الباب شم شويه هو. حريه حريه. شو رانا يعني تقريبا في غابه، احنا حطابه. المهم احسن حاجه تبدا بها يومك واللي هي شوالا الرياضه، يعني من الرياضه ماشي بهذاك المفهوم تاع انك تروح للجيم ودير ساعه وتشري ساعه، لا في الصباح الاحسن تبدا ميني ورك اوت اللي راني هضرت عليه في فلوغات سابقه في واحد الزوج ولا ثلاثه. روحوا شوفوهم ولا نخليهم لكم في الديسكريبشن ولا يفوتوا منا شوفوهم. وراح نديروا فيه رحبه دروك الرياضه مادام مع عندنا والو، ما عندكم والو، مش عندكم راكم قاعدين في الدار. ديروا قاعدين ديروا معايا الصوره هذيك. تعالوا ندخلوا كي تقعد بزاف في الدار والبيت يقول لي بانوا لك واحد السؤال. شفت واحد النمل يلم في واحد الحبه هكا ويخرج فيها برا، شغل بالي كيما حنايا لازم نضامنوا باش يخرجوا هذه كورونا هذه. فكيش نضامنوا انه نبقوا في البيت، انه ما نخلوش هذا المرض ينتشر، وهذا احسن الحل الحكيم، الحل الاحسن كاع هو الافضل انه نبقوا داخل في البيوت. خلوا كورونا دور برا، دور ما تقعد في تلصق، يديها ربي ان شاء الله ويروح علينا هذا الوباء. فوالله هذا هو التضامن، كاع نتضامنوا كيش نتضامنوا نقعدوا في بيوتنا باش المرض هذا ما يزيدش ينتشر. قال لي مش تحرات. لا هذه حالة، هذه حالة صح. خبرهم بنا موسينا في هذا البيت. أنا في الحجر الصحي خالتي، أنا في الحجر الصحي، لازم نديرو سبور، ناكلو مليح، نسيو ننظمو الرقاد تاعنا، باسكو كان راح تبقى في الدار راح تبقى غير ترقد. تسمى سي نظم قال مد 8 سوايع 7 سوايع رقاد لروحك، تعلمو صوالح. قريب كلش راه باطل خالتي، خص غير نتفليكس يعود باطل، لي زونيفرسيتي طلقوا لي فورماسيون تاعهم كامل باطل، لي زيكول دو فورماسيون طلقوا لي زانفورماسيون تاعهم باطل، اليوتيوب معمر في لي زانفورماسيون، وكيما تفرجوا لي فلوغ وتفرجوا الحوايج الاخرين هذوك، زيدوا تفرجوا حوايج اللي تنفعكم، اللي بالك قادره تطور في المجال تاعكم وتعاونكم باش تطوروا من نفسكم. قادر في الحجر الصحي هذا تكري بورتفوليو اذا انت ديزاينر باش مور الحكايه هذه تلقى خدمه. قادر انت تحوس على الجامعات وتكونتاكتيهم ومور هاد الحكاية تدخل جامعة جديدة، قادر تبدا قراية جديدة، قادر دير بزاف امور. يعني هنا اللي كانوا يقولوا ما عندناش الوقت وكلش، درك عندك 14 يوم من الاخر، عندك 14 يوم دير واش راك حاب. عندك شي عذر؟ ايوا رياضة. اوووه زكي شان هيا هيا نشط نشط، هذه هي فرصتك، والله هذه هي فرصة. ما راحش تلقى فرصة انك تخرجك من منطقة راحتك كيما هذه الخطرة، لانه علاش كاع نقولوا نروحوا للخارج نديروا حاجات ونديروا حاجات. دير خارج مليح لانه يخليك وحدك بالسيف عليك، ودروك ثاني بالسيف عليك انك تثبت لنفسك انك كي تتحط في موقف راح تبين ش عندك، تخرج ش عندك وراح تتعلم حاجات جد قادر تتعلم حاجه في هذه 15 يوم ولا في هذا الشهر ولا في هذه الفتره، يعني تغير لك حياتك. فهي استغلوا هذه الفرصه
للاحسن والافضل. علاش نعطيكم حاجه؟ والله كاين بزاف ناس. علاش قلت لكم هذه تخرجكم من منطقه راحتكم؟ لانه كاين بزاف ناس يدخلوا للسجن. مجرد انه يدخل للسجن يتعلم بزاف صوالح، يدي الباك، يديش عام من شهاده. علاش؟ انا استغل هذيك الحاجه السلبيه في جانب ايجابي. فمش دائما الحاجه السلبيه مش دائما يعني طردنا سلبيين، بالعكس. المهم ايضا شربوا الماء، شربوا الماء قد ما تنجموا. جواد ماشي ياك يعطوك الماء مجانا راك تقولنا شربوا الماء؟ لا لا والله هذه هي فرصتكم، فرصتكم باش تبدوا الرياضه. انا شخصيا والله العظيم شخصيا هذه بديت الرياضه بسبب هذا الحجر الصحي والمنزلي. بديت الرياضه يعني البارح، يعني في يومين ملي بديت الرياضه في المنزل لي راني متوقف فايت شهر وانا متوقف وكاره نفسي. والله لا كاره نفسي بصح ماشي قادر ندي ديك الخطوه مع السفر وبروغرام شغل حياه جديده بدات عندي، انه تسافر يوميا، يعني يوميا تتنقل من بلاد لبلاد، يعني ما تستقرش في مكان. فهذه من اصعب الحاجات اللي كنت عارف روحي بلادي نواجهها، وان شاء الله راح نجم ندير رياضه ونسافر ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. فهي هذه فرصتكم، والله فرصتكم. ما راح تلقوا فرصه انه تخرجكم من منطقه راحتكم كيما هذه الخطر، يعني الريجيم تاعكم تبدل. فلازم تثبتوا لنفسكم انكم تعلموا حاجه جديده، بدوا حاجه جديده، ما تخلوش هذه الفرصه تخرجوا بها. هاي سلام. الحمد لله دوشنا عشرنا صوالحنا. اذا الساعه راهي الواحده ونصف، يعني شعل دينا 3 سوايع ولا 4 سوايع تاع مونتاج. فراح نكملوا نهارنا، راح نشوفوا واش ناكلو. هي باينه شنو غادي ناكلو. الاندومي راه داير حاله، بصح راح نجربوا الاندومي الحار، يعني نديرو كيما هذوك القنوات تاعها. جربت اخطر اندومي في اسيا 70 مليون في. نروحوا نذوقوا الاندومي هذاك الحار اللي شريناه، وراح نطيبوا على الطريقه الاسيويه مع النوالو. نروحوا نطيبوا على الطريقه الاسيويه. سلام. شنو نطيبوا؟ راح نجرب اخطر اندومي. ترقبوا احر اندومي في العالم 70 مليون في. وسوف نجرب احر شيبس في العالم 3 مليون في. خصنا مقلى. مكاينش مقلى هنايا، مكاينش. بالك تو فريجيدير، بالك راهي هنا. مكاينش. شوف هنا. اوه هنا. بصح انا ما فهمتش المقلى اش ندير بها. غادي نديرو اندومي، هذا واجد ما تحقوش المقلى حنا. مقلى عاود تحقو هذا. درنا شويه ما. هذا هو الحار. الحار راح نديرو كاع. اذا راح نذوقو هذا اخطر اندومي 16 مليار فيه. احر اندومي في اسيا، ذقنا احر تحدي، احر اندومي 23 مليون فيه. والله هذا هو الحار، يعني هذا هو اللي قلت له سقسي في السوبر ماركت قال لي هذا هو الحار. فراح نذوقوه، ودرت كاع الحار، درت كاع. هادي نورمال، ماشي حار بزاف. ماشي حار بزاف، زعما ما تقدر تحمل هذيك الحرارية نورمال. المهم هذا هو الفطور تاعنا. حار حار غلط. إذا راح نذوقوا هذا الشيبس، يعني يعتبر من أخطر لي شيبس في العالم وفي آسيا وأحرهم 13 مليار في، دخلت الترند. ريحة الحار. صبروا شوية بلا ما الحار خدم. ماشي حار كاع. يعني بغيت نقول، يعني رأيي في واحد الموضوع، انه الناس اللي راهي خارج الجزائر ولا في اي بلد خارج البلد تاعها، خاصة للبلدان اللي حديث الانتشار للفيروس كورونا اللي دخلها جديد، ف من باب الانانية انك دروك تروح لبلادك ولا تولي بلادك، حتى ولو الحدود مفتوحة وحتى لو المطارات مفتوحة يعني. فلازم كل واحد يقعد في مكانه في بيته باش الفيروس هذا، لانه دروك القضيه ولات مش قضيه تاع بلدك فقط، العالم باكمله راه يعاني من هذا الفيروس والانتشار تاع هذا الفيروس. ان شاء الله يلقوا له حل في اقرب وقت ان شاء الله.
ويا فاذا كنت خارج بلدك فماذا بك انك تقعد في هذيك البلد حتى الحكومه تاعك البلد تاعك تأذلك بانك تولي وتولي. لكن انا في شخصيتي حتى لو ادنت لنا لازم نقعد، خاصه هذا الشهر، خاصه هذه ال 15 يوم 20 يوم، فحتى يلقوا لها حل ان شاء الله. ويا شوف دروك ما لقيتش ندير، فكرت انه عندي كورسز اونلاين، يعني دروس اونلاين نقراهم بشان الدايت، يعني كيفاش دير ريجيم تاع اليمون تاسك، ريجيم اليمونتير. فاي واحد يروح الانستغرام تاعي يراسلني، ممكن يعني يعطيني البرنامج تاعه والوزن تاعه كل شيء، وندير له برنامج تاع غذاء يعني هكا مجانا اي باطل. فروحوا تابعوني في الانستغرام وراح نخير خمسه، يعني راح نخير خمسه نعطيهم، لاني ما نجمش ندير كل شيء. اشعلنا الكمبيوتر، يعني قبل ما ندخل هذا البروغرام تاعي نقرا، دخلت لليوتيوب، يعني والله لحاجه يعني هي لازم نخلوها حافز باش نحاربوا هذا الكورونا فيروس، هو انه المساجد والله مغلقه. المساجد هنا يعني في هذه الجزيره يعني المساجد مفتوحه، يعني كاين الناس اللي تصلي. لكن شفت واحد الفيديو والله لا شي والله لا شيء، يعني قطع القلب والله بزاف رانا مقصرين، يعني في الجانب الديني في الصلاة مقصرين بزاف بالقوة كاع. وهذه فرصة والله، فرصة باش واحد تاني يذكر نفسه، يراجع نفسه. مقصرين تاني مع عائلتنا، ما نريحوا معاهم، ما نهضروا معاهم. التكنولوجيا داتنا حرمتنا من بزاف صوالح، حرمتنا من الصح كاع. ان شاء الله تعود المياه الى مجاريها ونتعلموا ماشي درس ولا درسين، دروس من هذا الوباء. المهم انا راح نمونطي الفيديو، قسم راح ندي واحد ربع ساعات ولا خمس ساعات، نزيد نقرا هذاك البروغرام شويه. In systems. Get your zoom lens out to see what we mean. Lens are made up of organ systems. Muscular system which moves us whether across the... في الاخير يعني هذا المرض بالاولى يعني كلنا استهزأنا به، مش استهزأنا به وانما كناش عارفين الخطوره تاعه. الان المرض انتشر بسرعة فائقة، واش لازمنا نديرو؟ لازم علينا الوعي. الدول الكبرى دات الاحتياطات والإجراءات تاعها أنه تخلي الناس في بيوتها، لازم علينا قاع نقعدوا في البيوت، نقصوا من التنقلات. ونعمة أخرى كنا غافلين عليها بزاف 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 بزاف، وليها نعمة الأمان. الأمان ماشي من ناحية الدولة، ولا الأمان من ناحية الأمان النفسي الداخلي، فهذاك لازم نشكره، لازم نحمد ربي عليه. وحاجة من إيجابيات أنه هذه الوباء كورونا أنه العالم يعني نسبة التلوث قلت فيه، لأن العالم هذا كان محتاج راحة أنه يتنفس فيها. لكن هذه الأشياء ما تغنيناش عن خطورة الوضع جماعة الناس. هذا الرسالة للجزائريين، والله للوضع ما راش سهل، يعني إحنا اللي نسهلوه وإحنا اللي نصعبوه بزاف. نسهلوه باتباع واش يقولون الأطباء، واش يقولون الحكومة الجزائرية. والله تهلاو في رواحكم، تهلاو في صحتكم، وتهلوا في عائلتكم، واغتنموا هذه الفرصه مع العائله. فشوف احنا رانا بعاد على العالم ماذا بينا، يعني كرنا في العائله وفي هذاك الحضن تاع العائله. وان شاء الله انا كاين بزاف ناس شفت يعني حاصلين في المطارات وكاع، ان شاء الله تسهل لهم امور. حاجه في الاخير بغيت نركز عليها، الناس اللي راهي تدخل الجزائر، ولا ما على باليش انا المطارات اللي راهم محلولين. المهم سمعت بانه الناس راهي تدخل، ولما يقولوا لهم راح ندوكم الحجر الصحي يعني يتبانيكوا ويخافوا. لا، الحجر الصحي هو فقط راح يعزلوك يعني 14 يوم، راح يمدوا لك اكل، راح يتهلوا فيك، يعني ما راحش ينسوك، يعني هذا ماشي سجن. فلازم نتقبلوا هذا الحجر الصحي، ويا تهلوا في رواحكم، تهلوا في رواحكم وتهلوا في صحتكم. صحتكم هي الصحه، دروك الصحه راهي تسوى الملايين، يعني قدرنا نعمه الصحه. نيشان انا ما عنديش ندير، انا اللي راه غادي نعاود ندير ورك اوت خفيف وندوش ونرقد، يعني نروح ناكل كاش حاجه ونعاود نرقد. فبارك الله فيكم، نقول لكم ستي سيف ستي كرييتيف. وي اختاروا كاش حاجه، جيبوا كاش حاجه جديده في هذه الايام، ودونت بانيك، يعني هذاك الهلع الزائد وهذاك يعني الوسائل التواصل الاجتماعي ما راهيش تنقل يعني الخبر، ماشي اي خبر تامنوه.